الحمد لله عظيم الشان بكل نعمة هو رباني، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي هاشمي أحمد. فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة، كي يحفظوا العلوم حال الصغر، فإنه كالنقش فوق الحجر، أرجو لها القبول بين الناس، تكون في التوحيد كالأساس، فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول، خذ نصيحة بفهمه أصحاب القرون الأولى، من حاذى عن أقوالهم مخدولا، وأول السؤال عمن ربي، فهو الإله الحق دون ريب، عرفته بخلق والآيات، قد استوى في عرشه بالذات، وأمره العظيم بالتوحيد، نهى عن الإشراك والتنديد، والشرك نوعان هما الأكبر، ودونه فيما علمنا الأصغر، له فقد أن تصرف العبادة من دون نقصان ولا زيادة، منها الصلاة والصيام والدعاء، فاحفظ فخير طالب من قد وعى، شروطها الإخلاص والمتابعة، حتى تكون يا بني نافعة، إسلام والإيمان والإحسان، أصول هذا الدين والأركان، كل له بشرعنا تفصيل، بذا أتى معلما جبريل، يجيبه النبي وهو يسأل عن هذه الأركان فيما نقل، وواجب إيماننا بالرسل، لأنهم أهل ذاك الفضل، يدعون للتوحيد والإيمان، والكفر بالأصنام والأوثان، أعدادهم كثيرة لكننا نؤمن بتفصيل في من عندنا، 20 بعد 5 قد واردت أسماؤهم معلومة اشتهرت، الأول المنصور بالطوفان، والخاتم البشير من عدنان، نبينا المبعوث للأمن جميعهم بدينه الإسلامي، فلا رسول بعده ولا نبي، لأنه الأخير منه يا صبي، أخلاقه العظيمة مزدادة، كصدق والعدل مع الأمانة، واجبنا تجاهه محبة، طاعته وتعظيمه ونصرة، وحب الآل البيت والصحابة، لمن يريد فوز والإصابة، لنرتدي عن نهدهم بديلا، فإنهم قد شاهدوا تنزيلا، بفهمهم يتدخل منقولا، لأنهم قد صاحب الرسول، وعصرهم أفضل من سواه، كذا أتى نصيب معناه، كذاك كل مؤمن نوالي، ونبغض الكفار ونعادي، فجنة الرحمن للأبرار، والنار للكفار والفجار، فنسأل الله لنا الإخلاص، والفوز بالجنة والخلاص، فهذه منظومة قد تمت، بحمده سبحانه قد ختمت.